يا هلا والله في جديد وبالحلقة السابعة من لعبة ارك الجوال. حلقتنا اليوم ان شاء الله بنروض التراك الكيماوي ولا شيء او غازي ما ادري الباكي راينوسوروس. هذاك هو ليفل 260 ميل. انا عارف مكان فيه ميل برضو بروضها. وخلونا نبدأ، بس قبل نبدأ لا تنسوا تحطون لايك وتشتركون بالقناة وخلونا نبدأ. احنا قريبين الصباح طبعا، تشوفون الصباح بدأ يجي فأبي يجي عندنا. وينه؟ قبله انحش هذاك. وين السرير؟ وين السرير؟ اوف خلاص يا ابني خلاص، والله امزح كسر لي السرير. وبقينا سباق الصباح يا بازور. خلاص ارجع تعال كسر ابو السرير. حسبي الله وانا قاعد انام، ما ادري سريع هو وبطيء بس ما ادري شلون لحق. خلاص هاي كم الساعة؟ باقي زي ما حنا. خلاص يا ابو حقدك، ليش هذا ضروري انومه؟ شو اسمه، انام قبل لا اروضه عشان ايش؟ لانه هذا التوربور حق، تعرفون نفس فئة الجيجا رابيد توربو، فما ما بي. اطلع 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 اطلع. خلاص يا بابا والله كان سهم واحد بالغلط، مفروض ما كنت شايف عشان كذا ما جبت. بس ابي سرير، ابي فايبر. يا حسبي الله على الفايبر. هذا من المريض اللي احتاج فايبر عشان يسوي سرير، ايش ذا؟ جيب فايبر. خلاص تمام، بسرعة. سوي سليبينج باك. وينه؟ هذا هو، يلا قبل الصباح يلا قبل الصباح. هذا السدر حق طبعا معاكم. اوكي نام. لا ينعن ام القهر، ما ادري السهم محسوب ولا لو مو محسوب عوافي. هذاك هو، يلا خلونا نتعامل معه. لازم اول شيء طبعا، مفروض كنت اقول لك اوكي تعال ما يروضك. تعال هنا بقي جنب الاكوانتون عشان تربور. تعال هنا نبليس، تعال نقدم هنا شويه. طبعا سريع في الترويض حقه الحين، بينحش شكله. ايوه اعطى كمان واحده، يلا بسرعه. طبعا الحركه هذه تقهر، وهذه الحركه اللي ابيها عشانه. المفروض نام الحين، نام يا نان. نان شكله نام. اي فوق الهضبه هذه كمان. اي لا لا ضبطت. جميل الحشرات لا تكفون. تعالوا هنا بسرعة. أوليفيا أبي العلم. كل يا طيب. مسرع جيب. ناركو جيب. أبي التوتل. وين لا إلا معي اللي جيبه. نيوترال، يلا تعاملوا معه بسرعة. ما أدري أنا مسرعها بزيادة بس هو ما حيصح. ترانسفير، عطى مسرع، امسك هذا التوت كمان. اوكي ثلاثة طبعا. وكان ما يحب الكبل، اكله المفضل هذاك الباك ريبيلنت تعرفونه حق الحشرات. ما ادري احتاجه، بحط والله يحتاج ناركو احس. اعطى 5 حبات بس يكفي. هذاك هو اللي يحب، هذاك اللي يخفيك من الحشرات. ما ادري هو موجود هنا هذاك. لا هذا الاستيميل، ما ادري شكله، ما ادري وين ينفتح، بس انا عارف انه وين. عادي خلنا نكتب باك. هذاك هو بليفل 16، هذاك اللي يحب بس يحتاج ليمون وما ادري ايش، فما عنده. ف
فبنروض بالتوت حسبي الله. كم نقص؟ اه ما نقص فلوس واجد. يلا اخر لقمة حبيبي تعال. يلا يا عيال، فخلنا السليمين باك هنا عشان تكون ريسبون بوينت. انت روح انقلع، خلنا نشوف الاستاس والعلم. لا لا امسح 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 امسح، تعال تعال يا ابني. خلاص بس بس والله امسح، تعال فولو. نسيت ان الاشياء دي تارجت هي 4600 وما ادري كم، واستمن حقته حسه خايس شويه. ايش فيه؟ ستوب يا كرهي اللي كانت هذه وايد صفر. الموفمنت سبيد ما زادت، وهذا شيء غريب. الاشياء المفروض يعني تزيد. 500 ملي دامج شيء زين، و700 وايت اوكي. هذا الحين باكيراين. طبعا انت ما تعرف الباكيراينو يقدر يركب عليه شخصين بعلامة الكرسي هذه، بس الشاشة حقته مكسورة فما حتقدر تشوف. احس اسرع من الترايك بالديفولت الران، هذه الجري حقته اسرع من الترايك. ايش يسوي؟ ما ادري. هذه 160 والله زين. ضرباته خلونا نبدا. عنده اول شيء هذا الغاز الوردي هذاك، هذا يقول لك هيدن، يعني هذا لو في شيء انت ضارب ما ادري ضارب شيء اجريسيف قال سورس ولا شيء وتنكبت عطى الحركة هذه وما حيقدر يشوفك، يخلونا كده. عندك الحركة الثانية وهذا الله يستر منها نوتر العيال. بشيل بس القرد على وين القرد؟ انا عملت قرد هنا وين هذاك، بشيل بس احتياط عشان لا يموت علي. الحركة الثانية هذه النقبة هذه، بس هي مفيدة مرة. هذه الغاز الأحمر، هذا الريج يخلي كل شيء يحاول يهاجمك، حتى الكائنات اللي ما تهاجم. شوف التراندون يبي يهاجم الحين، يا تعب عليك يا قول له. اوف 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 هدوا اللعب، اهدى يا ابني. شوف كل شيء بيهاجم الحين. فهذا لا قصة، هذا يوم ما أول مرة روضته إيش صار؟ كنت راكب عليه أنا وأخوي، كنا نلعب أركي سوا على أوفيشل. وقلت تعرف وين؟ عند الريد وودز هذاك، النهر هذاك اللي بين الريد وودز والمنطقة الثانية. فكان في كانت واجد، وأنا على الشط وأنا قاعد أجرب، ورحت مسوي هذه مرة على طول ستات، وكل شيء كل شيء هجم وقتلوني. انقتل الباكي كان ماكس ليفل، ما أدري شلون مات حسبي الله. خلونا نبدأ نايت خاوي، ما ادري هاجم هو بطاقة كذا خايس الكلب. يا سرعته بالضرب، ويضرب هو يجري مو زي التراك، التراك يوقف لما يضرب. تنجيله من الزاوية والله حتى البارس والحقين او ما يصير زي كذا، تسوي زي كذا واحدة ايه خلاص خلاص. هذا ما ركبت عليه ما ادري ليه، شوف خلوني خلاص. هذا شيء مره مفيد لو انت تبي تروض، تعرف شلون كانت هذه اللي تنحش زي الاحصنة، الكناغر، التبهارة، الكويتزل، كل اشياء هذه تنفع. تروح معطية هذه الحمراء يخلي يجي وراك تحبس بفخ كأنه كان اجريسيف. هذا النقبة يا عيال تارجت يا عيال، هذا الحيوان هذا عليه عليه عليه. يني اكرههم الدبلو كريهين. روح روح قد على الراس. يلا يا يور ديت سان يور ديت. كف 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 يا عيال، انا اللي قتلته ما ادري شلون. فولو خلنا نطلعهم فوق هنا و ستوب. الحين هذا قاعد ينحش خلاص، خلنا نلفله. ايش نلفل في هذاك؟ والله انا اشوف يعني اهم شيء تلفل له هيل. باخذ انا سكرين شوت عن الستاتس حقته، هذا طبعا شيء مهم انه انت بتزاوج. ولفل له هيل واجد، هذا الباكيراين ولفل له هيل. ليش الهيل؟ عشان لما انت تسوي الحركة هذه حقت الغاز الاحمر لا يذبحونك. والله دمجه معقول.
خلينا نشوف السباحة حقته عشان يمكن يكون سباح سريع، ما ادري شلون. والله سباحة بطيئة. خلاص عندنا الحين مسرعين معاه، يجيبهم ويجيب هذه. خلاص خله هنا. كان رمت القرد، كان ممتاز صراحة. وابي له اسم، اللي عنده اسم يعطيني. هذا ما عندي اسماء له مرة، انها ما روضته هاتش تصدقون. بس اوف اوف اوف، ايش صار؟ اكتاش. لا لا القرد، لا القرد، القرد اهم شيء. بالقرد ذبحت. اوكي قرد، وين قرد؟ القرد اهم شيء ترى. هذا يا عمري هذا سلاحك سر ضد اي شيء يا قوي. القرد لازم هذا. مرة انا بسباين الحين كنت قاعد ادعس عليه وبغى ينحش، هذا رم عليه الله يكرمكم الزق، ياض والله ما عارف ينحش. ذبحت ذبح، كان ليفله ماكس، لا مو ماكس، كان ليفله 150، نسيت ان الماكس مو 150. واعطاني اكس بي، وهذا زين. هذا لازم يكون عندك قرد، وترويضه مو بصعب. ف خف المسرعات، جميل. خلونا نروح اللوكيشن اللي بعده. انا وين هنا؟ في انثى هنا عارفها ليفل 200، خلونا نروضها واقول لك ابيها. يا رجال خلنا، بسم الله ايش قاعد يقرا، خلنا نروضها يا رجال. الانسان ما يعيش مرتين، خلنا نشوف نفرح كده الاشياء هذه الجديدة ما زوجناها قبل. وطيب وارجعكم لما نوصل هناك. اللي عدنا، تروضت حسبي الله. مات القرد حقي طبعا، لان ما ادري في نملة هجمت عليه وانا كنت حاطه هنا، ما ادري ناسي. و ما يحتاج تعرف وش صار. شفت قلبت عليك يا ابني، كان شوي ابلع ابلع افنا ول قوة الحصان. فولو يا عيال فولو. اوف يا الشقلبة. هاي طبعا فيميل تونا مروضينا، واللاعب حق جيعان بس ما يعرف اللي ياكل ويشرب ترى. شوف اقل من الثاني بشوف بمية ليفل تقريبا، 101 ليفل. بس يلا عوافي، في مير اهم شيء نقدر نزاوج الحين. خلوهم ستوب، و خلينا نشوف كم معي مسرع باقي. بقى معي مسرع واحد، في روض زيادة. خلنا نروض، كم باقي؟ باقي واجد. انكسر على الكروس بو فلازم استعمل البو، مو مشكلة. انا ما كنت استعملها الا عشان النوم وما ادري ايش. شوفون السرير بالله، هذا من عشان تعرف سوء المنطقة اللي انا فيها، منطقة خايسة رابترز وقرف. تعال بالموارد، شكرا يعطيك العافية. لفل الحصان، لفلو من دمج زيادة، صار 900 دمج واجد مرة. وين الاجوانا دون البقرة حقتي؟ وين البقرة؟ تعال فولو فولو يا عيال، ثلاثة مفروض منهم الاجوانا. اوليفيا انت شيطانك يا اوليفيا. هذا الغباء والله، الله يحرمنا منه يا شيخ. وين؟ لا ليش؟ طيب ليش؟ ها فولو ستوب، خلكم واقفين هنا. في جندس هناك ليفل 200 و270 ابي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء اي ايش يما، خلاص امزح الشجرة. خلينا نشوف الكومسيوبلز عندك. ميجو اي شيء؟ ما في، ما عند، لا 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 ما ميجو. عند الباكي. خلونا نروح عند القندس هناك نروضه ونرجع البيت، نزاوج هذول او ننتظر او شيء. اوريكم الاشياء هذاك، اوريكم وش اوريكم الاشياء هذيك اللي ربيناها. اوه عجيب، ترب ترب بسرب بسرب، ما في قناة. سوين يا رجال، خلنا ناخذ
واشوفكم عند القندس. اوكي انا بالمنطقة المفروض اقدر اشوفها. انا طبعا الشاشة مكسورة، حسبي الله، ما حنقدر نشوف. انا عارفها، انا عارف شكلها، ما عليكم، بس ما اتذكر 270 ولا 290، هذا الشيء ماني متأكد منه. بس المنطقة ما شاء الله تبارك الله فيها كل شيء انت الانسان ما يحبه. اخ هذا وش هذا؟ كده مخالب. لا والله تبهر شجاوك هنا. يا طيب ولو قول محبوس هنا، بس ما بي هذا، لو ابي كان هذا فرصة. الجند هذه ما هي كانت في ميل، عارف انا جندسة، هذا في ميل جندس، ما جندسة هذه، هذا ايه 90 ليفل 30، هذه ما ادري كيف، هذا 270. ورار يو ميسس كونتوس ميسس بيفر. لا 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 تكفى لا، اوه ماي جاد، اوه كريه، والحمد لله ليفله قليل. هذه كانت الموت يا حيوان الارض انت وياه، ايش قلة الادب هذه؟ هتموت موت شنيعة يا بزر بزر، هي احسن تستاهل. ما شاء الله الغابة هذه، الله يستر عليك. هذا بس ما في شيء اقول، الله يستر عليك. اوف 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 ميتين و هلا والله روضه. خلونا نقتل هذا الدب الكلب، سك ابلع كف. بس هذا قاعد ينحاش، انا متأكد في شي ضربه. ابى اروض الغوريلا هذي، او انا بالقندس بس ما انا الاقيها وين هذي، وما بنزل. خلاص يلا ننزل، والله بالقندس اكثر من هذاك الغوريلا البيرون الكريم. في انا متاكد اني كانت في هنا موجود، انا داري، لا احد يشك فيني. الله شكلها راحت، مدري ليه. انا اي تذكرت كانت على البيتش اخر مره. اي هذه هذه متاكد انها هي. تكفى 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 تكفى. يس هذه، ده ميل. او شيت، الحين بنروض ونخلي الغوريلا بعدين. ولونه خايس مضبوط يا اللون. شلون اسويها الحين؟ اصبر، لو اخذت هذا السد حقهم بيجون وراه. خلنا اصفقوا بوكس واجي او اضرب بيكاكس. تعال معي. اوه اوليفي اوليفي، بصر بصر بصر. لا يلعن ام القهر يا ليل. تعالين تعال تعال تعال، والله المنطقة خايسة بكلها، بس هذا اقدر اشوف انا وين وايش حوالينا وايش كل شيء، واقدر اشوف انا وين وايش وين انا والاشياء هذه كلها، عشان هذه منطقة مفتوحة فيها مخالب، انك اقدر احدد الخطر. سرير، شيل هذه عبال لي عبال لا يجي من اوه ماي 300 بنت. هذه باكيرين، خلي الريسورسز هذيك معاك. دقيقة يا اوليفيا، البازر سحب على عمي. الو مستر، تعال بس اتعامل مع الحيوان هذا. ياخ كف واحد، كفو اوليفيا، يعني خلي فيه يعني تواضع وتراحم، يعني ليش ايش قلة الادب هذي؟ تعال بطلع انا هنا فوق. لا انت الحين تراك تسوقها ترى، يعني ايش اسوي؟ اصفقك؟ تعال تبيها كده تلعب، يلا لك بوكس كل مرة توقف. تعال 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 بالله هنا شوية بس اتعامل مع هذولا الكبراي. ايه تكفى تكفى، ينو بزر
هذول ولا الباكيراينوسورس؟ شوف شوف يا عاند البزر، تعال اي تعال تكفى. اي والله يا ذيب، يوم ما ترجع البوكس والله ما يخليك. اي خلاص الحين تمام، مع سليم باك ما ادري اقدر انام. تكفى نار الله كتعش، استغفر الله. جيمي موارد مع 16 بس، حسبي الله. بفايبر، احتاج الفايبر. اركب، هذا مكان هنا ممتاز. بجمع انا فايبر واستدل الحصان وما ادري ارجعكم. كم باقي على الليل؟ طيب اقول باقي 16، الساعة 16 هذه كانت 5. لا والله باقي 3 دقائق، يقول لي شيء على الليل بس ما بنطق. قندوس ونيدس، قندوس سنجاب سنجاب سنجاب، تعال خوي. ما متدمج شوية بس ما هي مشكلة. شوف انا حاس والله العالم بعاني عشان اطلع، لانك اعطيت الضربة وكذا. اي خذ لك هذا الحاكم، انا بيكسر السرير وبيكسر كل شيء. يا الله يستر علي. عيوب التصميم، عيوب التصميم اقول لكم. شوف الحركة هذه الذكية، ايوه شيله ورجعه هنا، او حتى ما احتاج. خلنا نشوف اقدر انام، اقدر انام خلاص ما احتاج. وينه هذاك؟ هو بس ابي الحصان. اخلص يا بزر، بقي له ثانية ويرسبن جنبي. بسف بسف، وين هو؟ مو كفو. طبعا القناة سريعة شوية بس جت جميل. حلو، السريع السريع السريع. شوف في الاخر جيت من الجهة القدام عادي. بسرعة بسرعة بسرعة، جميل. الحين خلنا نروضه بيش بالحصان. ايش هنروض يعني بيش؟ تعالي انا شوية بس عشان لا يكسر السرير. والله ينسى كأنه وش ايش لارجتك يا خوي. تعال بس لما يصفق. اوف ايوه حسبته ما مقلتش ولا شيء، كان قاعد كنت قاعد اضرب ومو راجي هاجم. نقول خلاص اضرب سامحك. نم خلاص، هو بينام مع الجري هذه. معنا بينام ايش معنى؟ طيب تسوق امه؟ لا يلعن ام ال... لا والله ما صفقت زياده، حسبت اني صفقت. والله جميل. لا لا قاعد تنقص، خفت انا حسبته ما. طبعا القناتس برضو نفس الشيء، تحذير هام ان القناتس نفس الباكيراي نفس كل شيء بس مو زيهم، مو بنفس السرعة. 5 سريع. خلنا نشوف الستاتس والاشياء هذه. اقول لكم قبل نيوترال العيال، لا حد هاجم، احنا منطقة ما هي امام مر والترش انكسر. الستاتس ويت 585، معناه يمكن يصير عالي مرة وبيصير احسن شيء بالدنيا. اللي هي المرة عالي بس مو مرة حي، يعني مو عالي حيل. أهم شيء الويت والهيل والميني دامج، بس الميني دامج ما حاحكم عليها من الحين. خلاص قرب يخلص 92 يا عمري. خلص ترويض، خلنا نشوف الاستاذ بعد نتروض. الميني دامج مرة ما حلو أبدا، مو حلو أبدا، ما هي حلوة. شوف 400، لا 400 وما ادري كم على شيء ليفل 270 مره خايس. 600 يعني يسلك والله عاد، ما انبهرت. هو زين وكل شيء بس ما انبهرت. قهر، خلنا ننام مره ثانيه. يبي اكل، يبي ما يبي ماي الحين. ايش بزر انا قاعد الساعه باقي واحده، ما باقي وقت مطولين. يا قهري على القندس الخايس. جيب هذا وجيب الشيبي بعد. ستون عندك؟ ستون ستون اي عندك، جيب وارجع لكم البيت عشان عشان والله ما ادري عشان ايش، عشان نجرب القندس نسوي له سدله سدله في السميثي، وعشان نزاوج البكي. وارجع لكم بعد. اوكي عدنا البيت. بس بوريكم هذه الثلاجة اللي ما في زيها. شوف بس البيض عندي 21 نوعين. طبعا تجميع البيض هذا شيء مهم مرة، عشان ايش؟
ليش نسيت؟ عشان الكيبلز هذي، وانا طبعا ابي اسوي كيبلز ومزرعة وما ادري ايش عشان البزارين لما اجي اسوي لهم امبرنت، اما ما احتاج الكيبل في شي غير. كم باقي ويجي؟ طبعا قاعد استدعي العيال. جاء وينه؟ ما اشوفه. عدنا. هذا هو السدل حقه، وصلته ليفل 61 توني واصل. شوفوا كم يحتاج سدله. والله الموارد مكلفة مرة، تشوف 100 مثل انجوت و140 سمنتين بيست، والله مكلف ترى. لو ما كان زين في تجميع الخشب انا اتزعل ترى. يا قلبي والله منقهر على الموارد هذه. هذا برسير بلاتفورم طبعا، سويت انا برا بتشوفوه الحين. يا قلبي المثل اللي راح. عندنا بيضة بس لازم تجمع البيض، لازم، هذا شيء اساسي اتفقوا عليه. خلى الاجوان هنا، اطلع برا. وين طيب؟ طبعا عندي ماموث هنا، كنت روضت لما كنت قاعد سواد، بس كان بعيد عندي، كان بالبيز القديم هناك. خلونا الحين نجرب سدل. يما شكله يخوف هذا سدل. راكبين؟ لا راكب واحد. سرعته عادية، يمكن اسرع من الماموث. تجميع طيب. اوف اوف اوف، 124 124 كويس. بشوف الماموث، طبعا الماموث هذا ليفل اقل، يعني هذا كان ليفله يمكن 180 احس. بسوي الضربة هذه 62، والله الضعف. خلاص اوكي ابروف. هذا بخليه طبعا عشان وزنه. بس لو انت تبي رايي يعني، اشوف لو انت عندك ليفله 300 ماموث وليفلة 300 جندس، شوف خذ الماموث. ليش؟ مو عشان اقوى ولا شيء، لا عشان هذا يسوي 75% ويت ريدكشن للخشب، يعني يخلي الخشب بربع وزنه، اما الجندس بس نص الوزن. بس الجندس احسن صراحه عشان ليفله اعلى، مو عشان كده بس. خلونا نروح عند هذا الباراسير. هذا محل راح تروح شوفه لو انت ما شفته، تكفى. هذا هو طبعا وسعته، هاي التوسعة شوف فيها حركة خاصة، بس طحت كالعادة. عرقته اني شوف مدخل الفونديشن جوا البلاتفورم نفسه، يعني مو فوقه، لا يعني السدل نفسه يعني يبدأ من هنا، من فوق هنا. هذا بداية السدل هنا عند الخط هذا، يعني منزلها مرة كده. هذا طبعا معاناة عشان انزلها، وبنيت سقوف هنا عشان اوسعه. طبعا ببني بيت هنا وحط باليستا ومدافع وحركات، ابشركم بس ملحين مرة ملحين. ف خلونا نجرب الجندس قبل لا نسوي، لا نوقف سوالف عندنا. طبعا هذا حلاوته انه سريع مرة في الموي، بس مو تصدق مو مرة. هذا ما ادري اسرع ولا الدودك، طبعا الدودك ما يعرف مرة سريع بالماي، ادري احس سرعته زين. عنده اكسجين بس ما ينقص. ليش ليش قلة الحياة؟ كم يدمج؟ 600 كان 900 ما ادري، ما قادر احدد. ما اقدر، قاعدين نتضارب ما ادري. خلنا نجرب شيء ثاني. حتى هذول قاعدين يا هذا الحال مدري رايق. انا اجرب الاشياء تحت الموية، الاكسجين قرب يخلص. مدري في البي سي حس اسرع من كذا، الا الا اتذكر البي سي حس اسرع. ممكن قاعد افتن الحين ما اعرف انا شيء. كان في سمكة قرش وين؟ هذا دلفين، لا هذا مو دلفين، هذا قرش. هذا عندك 1100، خلنا نجرب 1000 يعني دم بس يدمج 100. مشكلة ثلاثة بادي 130. انا قاعد اخرق. قول 130 بس، ده دمج خايس كمجمع، خايس دمج، دمج خايس والله. مرة حيل ايش؟ والله مرة حيل، والله حيل. يعني هذا الانكي حقي هو ليفل 290، ايه كان ليفل اعلى، بس يدمج 300 بالضربة الواحدة. ما ادري وين انا ساحب علي ليه يومين. والدودي كده مش 200 وشي، جيت على هذا يعني كده انا عندي 3 مجمعين، احلى شيء.
اي ميزة ثانية، السدر حق الدودك ينفع سميثي، يعني انت راكب عليه لسبب من الاسباب وقاعد تهاجر بيه وبغيت تسوي سدر ولا شيء، عندك سميثي، تسوي فابريكيتر واشياء هذي، تنقل عندك فابريكيتر، وجمع توت واشياء من هذي. خلينا نذبح هذا عشان وقت الا بالضبط 130. هذا خويه جاي ما ينط ما ينقز، انقز يا ذاك، تحسي قاعد ياكل بطاطس هذا، قش قش هو وجهه. سريع سريع مشي، لا دقيقة دقيقة، نسيت اهم شيء، هذا يقدر يضرب يضرب واحد ماشي كذا، تعرفون شلون؟ يعني انت زي كذا معطيها تعطيها بس الدعس زي كذا وهو يجمع له بطريق. والله هذا خلاه احسن من الممف، ليش؟ لان الممف سواء بضرب بخرطومة او بش اسمه برجولة ما يقدر يوقف، لازم يوقف عشان يقدر يضرب. هذا على الماشي كده تعطيها بين الاشجار ويعطيك العافية. 1700 ود، لا الصراحة يعني غير تراي، عندك 300 ممس عندك قندس، خذ القندس احسن. نصيحة مني لك، والله طلع فنان، يمكن ما عجبني بالاول ايش نلفل، والله بلفل ميلا دامج ما ادري ليش، تسوى الفل شوي بس شوي احسن منك يا ماموث، بس انا بخليك لانك عندك ويت ابن 66. خلي هنا اقدر ادخله جوا، خلنا ندخل ندخله مع العيال. هلا والله، هلا والله بالشيوخ، هلا والله بالمشايخ والناس الطيبين. اركن هنا، خليك هنا، هذا جنبي. طبعا السحلية هذه من الحلقة الأولى، ساحب عليها من يومها بس لا فايدة. عطاها الرقصة يا ولد، صار الرقصة يعطيهم كلهم اكس بي. خلنا اقول لكم ايش صار. هذا طبعا سميته ميلون بس ما قريت التعليقات باقي، لو في اسم ولا شيء والله لا اقول هناك عشانكم متابعين. ليفل هيل طبعا، شوف دامج هنا عنده 90% امبرنت و 91. هذا ليش؟ هذا مو غلط يعني، هذا غلط من اللعبة ترى، لانه وصل 45% نمو، ولما سويت الامبرنت يوميها اخذ 45% برضه، يعني لما وصل 90 كان 90% امبرنت كان كمل نموه، كان ما قدرت اسويه. وهذول الرافترز حقين نشوف الالوان خايسة. طبعا الكوستيوم حق الانيميتد سيريز رابتر اسوي له كويبت اي كذا احسن يا شيخ. طبعا من الانيميشن حق ارك، ان شاء الله اسمع، ان شاء الله الاقيها نتفلكس ولا شيء، مو منصة عجيبة غريبة. بس يا رب يحسن الانيميشن هذا، لو كان هذا المستوى والله ما اسمع خايس. خلينا نجرب الحين هذا. طبعا الترايك سويت له 100% امبرنت وسميته ماكسيموس، وسادو الاخضر كذا، وخلنا نلفله. لا هذا مو ماكسيموس، وين هذا ماكسيموس؟ قلت طيب هذا هو ماكسيموس. 900 ملي دم، 900 هذه ملي دمج ملفل، وصل 800 احس لما كمل امبرنت، وهي اللي كان 6000 اي. طبعا ما يبان انه اسرع، بس سوي اللي تشارج هادي وتلاقي شيء اسرع من اي شيء تعرفه. شوف يا ولد عط عط. لا والله بس وزن مليان، ايش قاعد اسلك انا والله، معود وعلم. هاي خلنا نرجع الاشياء هذه، رجع شادو وناخذ لف. الحين خلينا ناخذ لف، شوف الوزن حقه فاضي فاضي. طبعا وزنه 1000 وقريب ال1000. كفو 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 ذي بالسرعة، عطى هذه حركة وجمع ثاتشو بالطريقة نفس ال هذا. خلنا هاي تطريق ذا تطيه هذا حقة التنقل هذه، عنها تشارج وضربة المفروض، بس خلنا نستعملها في التنقل كذا يدرعم يعطيها في الترايك يا اخي اللي حساس ما يضرب نوعه. خلينا نشوف الدمج، شوف كام وصل 900 نقول تقريبا، دمج 300 او 400 كامل 500 الا والله قريب ل 400. شوف فقعت فم، ابلع روح، ابلع انت ثاني روح كل شيء. خلينا نروح نهايد بالثلج ونجي.
بيجيو. تعال تعال تعال، هذا معك قطيع انت ابلع الديب. دمج 380 ترايك، ابلع يا كلب. هذا ما مص، خلونا نروح معاك عليه. شوف اللي تشارج عطها واحدة يا ولد، ما حيجي. احس انه بعيد مر. وين راح ذا؟ اي بلعوه الكلاب. اوه شيت، اربعة. يلا يا ولد ندوي حرك. ما ادري عادي لو ليفل عالي الالف حقهم ما بيذيب. اوف اوف والله ثلاثة. قات تعاون حالك مسكين، شوف ذبحتهم كلهم بضربة. شفتوا هذه الحركة؟ هذه حركة اسطورية والله. انت صدفة بس. يلا على الممس، الممس هذاك اللي هناك. هذا صقور، تعالوا ابيكم. الصقور صاروا كارهين ترى من يوم ما صرت معروض. لا تجيب البيكاكس نقبة. شوف سويت ستان للطير، ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يطير. شوت شوت يا ولد، تعال تعال يا ذيب، تعال بس اسولف معك، تسوي نفسك مايد بس بلهيات. روح يلا على الموت. صار شيء صراحة ان الترايك هذاك لما يكون قوي تصير له متعة كذا ما تعرف. بعدين بعدين الذيب بسويها جو ابلع. طبعا تسوي لهم ستان لما تسوي زي كذا. شوف ما اقدر اتحرك، او اقدر اتحرك بس مو سيء. في ذيب هناك، ذبحنا الاول، ذبحنا الثاني، ذبحت هداك. وين الارجي؟ اوه ذبحت من ورا ذيب. والله الترايكات هذه زوجوهم يا عيال. اي احد عنده حتى لو ليفل 30 زوج بيصير احسن 14 مرة لو سويت لفول امبر. شوف ويعطيك باك وكل شيء، يحبوا الناس. روح بس، في خوي انا ما ادري وين راح هداك، وخلاص سحب عليك بطريق. لا والله بالبطاريق. روح، عيب الوحيد انه ما يقدر يجيب الكائنات الصغيرة هذه. صغيرة هذه ما يقدر يجيبها، تكون بعيدة عنه، ما يقدر يجيبها بقرونه. هذا الماموث عطى واحدة. طبعا ما تدمج واجد للتشارج، بس تسوي الستن. شوف مسوي الستن هذاك العام الصفر. بس خلاص اقوى شيء، اقوى ديناصور عندي الحين، حتى اقوى من الباراسير. هذا بشوت بس عشان النبي. يلا خلاص، فبكذا اكون وصلنا لنهايه الحلقه. لا تنسوا تسوون لايك، تحطون لايك وتشتركون بالقناه. ويعطيكم الف عافيه متابعه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.